طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا سجل التجربة. هذاك بالاحمر ولد خالتي، هو النجمة لانه رئيس البزبوز. البزبوز يعني المخيم او العصابة او اللي هو اشترى حصان عربي اصيل. ف وينه هذا هو؟ انا اللي طخني، خلني اقترب منه. يصلخ صاد صيدا وفيرا. طبعا هو ما يسمعني لان لسه ما اضافني. طيب طبعا كنا متشابهين بالمنظر، بس هو غير. انا صلعت، كان عندي صلعة نفس منظري بالضبط. طيب انا نزل حصاني. هذا هو، او هذه هي مسميها سادها. طبعا حصارة اصيلة عربية. و بسم الله، ان شاء الله الفريم ريت ممتاز وان شاء الله كل شيء ممتاز. طبعا عندنا مهام اليوم نسويها. واول حاجة بك هذه النباتات، نستفيد منها بعدين نبيعها على الطقطور. بيك هي هذاك مخيمنا، بس ما اقدر انضم او اسمع صوت ولد خالتي الا اذا كون البزبوز. اذا كونه اقدر اسمع صوته ويظهر المخيم عندي، فغالبا بيكون يمكن هذا مخيمي انا او مخيمنا. بس شوف في الخريطة مو ظاهر عندي. هذه الاشياء كلها اشتراها. وشوف ما اقدر اشرب، ما اقدر اي شيء هنا. هذا العمدة اللي كنا مسميه العالة تبرع عليه، وهنا بالصيد والميد هذا حصان والاصيل. والله غالي هذا، ما حصان، هذا حصان فرسي. طيب نشوف اقدر اربطه. ما اقدر. هو اكيد الحين جالس يحاول يقول اوه نسيت لا اكون البزبوز، تلقاه وقف يكون الحين. طيب يلا بسم الله. ايوه اول صيد اهو. وين اختفى؟ عين الصقر، عين الصقر. شوف اذا طلع ورا وراها احمر، اذا ازرق يعني هذه التتبع، هذه رائحته. اذا احمر يعني انه مصاب، هذا احمر. ف... خلاص دن سكنو. لما نسوي له سكن ياخذ لحم وفرو وجلد و يعني. شوف طبعا مو زي الاوفلاين، الاوفلاين يصلخ ويجي سينماتيك ويطول شوية وما ادري ايش هو. ف سكنو الحين نشوف ايش يقول لي. طلع بور لانه اكثر من طلقة، ف يعني انه افسد اللحم واخذت قطعتين من اللحم. يعني مشي مشي، مو كل شيء واقعي شوية. طيب هذا هو الفرو، لو ابيعه بيجيب لي صيدين وفير. ثم نتبعه. طبعا نقدر نصيد الطيور، نقدر نصيده. طيب اتوقع والله اعلم. ايوه طبعا حلو، في ميزه في الاوفلاين انه اي شيء يشيله انا اقدر كمان اشيله، ما راح يختفي. فشوف مثلا هو شال هنا، شوف ترجع، شفت؟ وانا اشيل وهو يشيل، وانا اشيل وهو يشيل، هذا احسن شيء. بينما في الاوفلاين خلاص شيء يشيله ويختفي. اشياء تلمع هنا، هذا جزر لكن انا اسميه بقل لانه ابيض. شوف كيف لونه. ما ادري اذا كان واضح ام لا. طيب طيب بما انه ما في صوت، ما ادري اذا كان ارسل لي شيء في الواتساب يقول لي حاجة او حاجة. خلنا نفتح الخريطة. بدأ يغمس هذه المدن،
في الاوفلاين يكون مغلق زي كذا، منطقه بيضاء واشياء بسيطه محدوده، كل ما تلعب وتغامر تبدا تتوسع الخريطه. ففي الاوفلاين، في الاونلاين تجيك خاص جاهزه مفتوحه وكل شيء فيها. ف بس هذا بلي اصيده دبا. الجريزلز، اين الجريزلز؟ الجريزلز هذه جريزلز غالبا الدببة هنا. لحظة خليني اشوف انا وين. هذا مخيمي وانا هنا. طب ستروبيري غريبة، كان في صوت او صورة دب تكون مرسومة. طيب ما هي مشكلة، نروح عند ستروبري هنا بيج فالي ممكن نلقى. طيب يجمع عشان يبيع على الدكتور. ما صرخها اكيد يبغاني انا اصرخها، بس ابغى اجيب هذه. هوبا ممكن نتفاهم بدون صوت، لا يكون يطخني بجيبها لك والله. اخ يا وجيب انا كنت اشبك. طبعا انا ما طخيت، وايش زعلت؟ ايش مزعج؟ هذا انا عارف صلاح هو. انا احييه تحيه سام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله انا كان ابغى اجيبها لك يا اخ العرب. طيب ما هي مشكلة. لو اقدر بالحبل، اي والله الحين اقدر. بس لا طبعا. يبغى يصيد شيء، ايش قدامه؟ طيب انا بروح اشوف اقدر اخذ الدب ولا لا. يلا ان شاء الله قدوب عشانك.